الإخوان الأفاضل رجل الأعمال أنور جواد بخمسين أيضا كان عندهم مبادرة لطلبتنا المتواجدين في مصر. أخي أنور مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يعطيك العافية وقواكم الله. الله يحفظك ويسلمك وشاكرين لكم إتاحة الفرصة أن تقابلون هالكوكبة من الرجال ومن رجال الأعمال ومن الكويتيين اللي ما شاء الله كل من ساهم في ما يستطيع له ويقدر يؤدي دور معين في. شنو كانت مبادرتكم أخوي أنور؟ والله احنا شوف بالبداية طبعا الله يحفظ الوالد عطى توجيهات ان من بداية الأزمة شوفوا شنو اللي نقدر نقدمه، لان الدعم اليوم لازم يكون اول شيء معنوي، شعور بالمواطنة، صحيح، مسؤولية انت تنطلق منها. فاول شيء سويناه مثلا ايصال البيوت اللي هو من خلال المصنع الاي بي سي، اعطينا خصم لجميع الربح اللي فيه، ما نبي نطلع منه ربح. اضافة الى ذلك التوصيل مجاني، شفنا جزاه الله خير يعني معالي وزير التجارة من زارنا، بالعكس يعني قرب على ايدنا وقال هذا شيء زين وابي تكملون. وايضا حسينا ان في هناك مشكلة يمكن في بعض الدول، فبالعكس يعني تفاعلنا كان الحمد لله بوقته، ان الوالد امر قال يا جماعة شوفوا ولا تعلنون، نبي نشوف شلون نقدر نوصل الى الحكومة. وجزاهم الله خير طبعا الحكومة، الدور اللي قايمين فيه اكبر بوايد من الدور اللي احنا قمنا فيه، لان الجميع يساهم بالطريقه اللي هو يقدر فيها، لكن دور الحكومه والاخوان الوزراء جزاهم الله خير دورهم في هذه الازمه يعني بين ان الكويت دوله ما هي سهله بين الدول العظمى اللي الكويت وقتها. عسى الله يبارك لكم ان شاء الله يا اخوي انور بجهودكم. وهذا الفندق كان بالنسبه لنا يعني شيء ما يذكر بالنسبه للكويت واللي قدمته حقنا. فان شاء الله نكون قدمنا شيء بسيط، ونتمنى ايضا احنا يعني كان في اتصال مع معالي وزير الخارجيه وقلنا له انا بلغته شخصيا اذا في شيء نقدر نقدمه اضافي غير موضوع اجلاء الرعايه للكويت. كل شركائنا في هذا الوطن، كل من يعيش على هذه الارض الطيبه ذخر، الله يبارك لكم ولغيركم ولكل شخص يمكن ما سمحنا للوقت ان نقول اسمه. نلقاك بظروف احسن من هذه باذن واحد احد، وتزيح الغمه عليك باذن واحد احد ان شاء الله. شكرا جزيلا.